السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي، قناة عالم أميرتي ماب برانسيس. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو على أحسن وأفضل حال. غنبارطاجي معكم طريقة تحضير حلوة الوردة، حلوة على شكل وردة بواحد الطابع اللي هو بسيط، بمكونات اللي هي بسيطة. يمكن لنا أننا نديروها لدواز أتاي، ما تخطاناش في الدار، لأن كتجيب واحد الحجم عائلي، كيجي الشكل ديالها راقي، كتجي زوينة بنينة بزاف. البنات صدقوني إلا جربتوها غتولي وصفة معتمدة عندكم، ما غتبقاش تخطاكم من الدار. لذلك إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة، ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. يلا نبقاو مع المقادير. لتحضير هذه الحلوة غادي نحتاج جوج كيسان ديال زيت المائدة، جوج كيسان سكر سنيدة أو سكر حبيبات، ربعة ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ، ربعة ديال الزبدة مارغارين، ثم جوج خمارات والدقيق حسب الخليط. أول حاجة غادي ناخد الزبدة، الزبدة البنات تكون بدرجة حرارة المطبخ باش ما تعذبناش في الدليك. غادي نخدمها هي والسكر سنيدة بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، نخدمها مزيان حتى غتنسجم ليا مع السكر سنيده. هاد الحلوه البنات للاشاره هي من يد ماما، بغات تبارطاجيها معكم ماما، هي من يد ماما العزيزه، ماما الحبيبه، ماما الله يخليها ليا ويحفظها ليا ويحفظ لكم حتى نتوما الامهات ديالكم، وله اللي يخطي علينا الوالدين ديالنا. البنات كيف ما كتشوفوا كتحاول ماما تخدم هاد الزبده مزيان هي والسكر سنيده، ضفت عليها الزيت حتى يولي في الاخير واحد الشكل اللي هو كريمي، يعني توعدنا بحال الكريمه البنات. كنبقاو ندلكوها مزيان باش كتنسجم ليا العناصر والمكونات كامله بهذه الطريقه، كتخدم مزيان كيف ما كتشوفوا، كنخدموها مزيان وندلكوها باش ما تبقاش عندي ديك الزبده محبه، لان الا بقات محبه يعني غادي تبقى ليا الحلوه ما غتجيش مزيانه، يعني في الاخر ما غتصدقش ليا. من بعد غادي نزيد عليها البيض، اربعه البيضات كيف ما قلت لكم، حتى هما غادي نخلطهم مزيان باش ينسجموا مع المكونات الاخرى بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. انا غادي نخدم هذا البيض مع المكونات الاخرى، في الاخير غادي نحصل على واحد الشكل اللي هو كريمي، والمكونات غتخدم مزيان. غنستمر بنفس الطريقه حتى تنسجم ليا هذه المكونات كامله، باش يمكن لي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. الدقيق خصو يكون من النوع الممتاز، انا تقريبا عندي كيلو ديال الدقيق، دقيق ديال الحلويات من النوع الممتاز كيف ما قلت لكم، على حسب هنا النوعيه ديال الدقيق. كاين الدقيق اللي تيشرب وكاين اللي تيكون كافي، يعني ان فوا ندير واحد شويه يعني صافي تتكون العجينه هي هذيك. انا تقريبا كيلو ديال الدقيق شاط ليا منه تقريبا شي نص كاس. زدت عليه الخمارات عندي جوج، وغادي نبدا نخدم هذه المكونات كامله حتى تنسجم مع بعضياتها، باش في الاخير نحصل على واحد العجينه اللي هي رخوه، يعني ما تجيش العجين ثقيله، ما تجيش قاصحه، خصها تجي خفيفه شويه يعني رخوه، باش دغيا تخدم ليا حيت غنخدمها على شكل كويرات. وغنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل. من بعد ما اندمجت جميع المكونات كنحصل على واحد العجينه رخوه، كتجي رطبه البنات هاد العجينه، ما نخليوهاش قاصحه. وكندهن اللاطه ديالي بواحد شويه ديال الدقيق، صرش عليها شويه ديال الدقيق، وتنعمل فيها كويرات العجين. العجين انا للاشاره غادي نقسمه على جوج،
النص غنخليه باللون الابيض، والنص الثاني غندير فيه الشوكولاتة فيغميسيل. كيف ما تتشوفوا انا خدت الطابع ديالي ووركت على ديك الكويره باش تعطيني على شكل ورده بهذا الشكل. كيف ما كتشوفوا كيجي الشكل ديالها زوين. وعندي الكميه الاخرى اللي قلت لكم درت فيها شويه ديال شوكولات فيرميسال حبيبات صغار، غندمجها مع العجين ديالي باش ندير شكل اخر ثاني. ها هو الشكل كيف ما تتشوفوا، من بعد هو ما كورته كويرات صغار. غناخد الطابع كيف ما خدمت الشكل الاول غنخدم هذا الشكل. غناخد الطابع ديالي ونبدا نضغط هكذا على الكويرات باش تعطيني على شكل ورده كيف ما كتشوف. كيجي الشكل ديالها زوين وراقيه البنات في التقديم ديالها، جربوها كتستحق التجربه. كندخل لاطات ديالي الفران، العافيه تتكون ناقصه باش يطيبوا على خاطرهم ويجي اللون ديالهم موحد. كنديرهم الفوق العافيه تتكون لتحت، ما تنحتاج ننزلهم باش يحمروا ليا. من بعد كنمرمدهم في السكر كلاصي باش كيعطي واحد الشكل اللي هو زوين، وفي نفس الوقت حتى البنه ديالهم تتجي زوينه ورائعه. يمكننا نخليو شكل نمرمدو في سكر كلاصي وشكل اخر يمكننا نخليو هكاك باش يبانو ديك الحبيبات. يلا البنات شهية طيبه، تبقاو على خير، نتمنى لكم تكونوا على احسن حال ودوام الصحه والعافيه، الى فيديو اخر باذن الله. يلا باي باي.